جامعة المنصورة أرتنا بديع البناء والتجهيز، كليات ومرافق لأحدث التجهيزات لتضمن أن يكون بناء العقول وتكوين العلماء فوق المأمول والمرجو. وهنا لا ننسى دور علماء جامعة المنصورة الذين تميزوا على الصعيد الدولي وتركوا خير الأثر لتزهر جامعتنا بفضل جهودهم. مؤخراً سعت الجامعة بجد واجتهاد لتنال أعلى التصنيفات الدولية وتحصد العديد من الجوائز وتحظى بكونها كأول جامعة معتمدة في جمهورية مصر العربية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وكان لريادة جامعة المنصورة سر كبير، فقائدها امتاز بالحكمة وجمع العلم والسياسة ليقود دفة هذا الصرح العظيم نحو مستقبل مشرق. Days testify that our university, Mansoor University, has creativity that is radiated by sunbeams and enriched by life. We dream, innovate, excel, travel through our ideas to achieve success. It welcomes all the makers of excellence, students, scholars who came to it to draw excellence and ignite its flames. Now, we welcome to the stage our university president, Professor Dr. Sharif Yusuf Khatir. والآن نرحب على الستيج رئيس جامعتنا البروفيسور دكتور شريف يوسف خاطر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم. اسمحوا لي في البداية أن نقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من غزة ومن دولة فلسطين الشقيقة. تفضل. بما يرحمهم جميعا ويزيل هذه الأمومة إن شاء الله. السادة المستشارين الثقافيين والملحقين الثقافيين والقناصل للدول العربية والأجنبية، حيا باسم جامعة المنصورة، كنا باسم أو بصفة وبشخص نرحب بحضراتكم ونشكركم شكرا جزيلا على تحملكم معاناة السفر ومشقته. حضوركم اليوم بالنسبة لنا في هذا الاحتفال التعريفي للطلاب الجدد الوافدين في جامعة المنصورة تاج على رؤوسنا جميعا، فنشرف ونتشرف دائما بحضراتكم ونشكركم على تلبيه الدعوه. الساده نواب رئيس الجامعه، الساده العمداء والوكلاء، الساده اعضاء التدريس، الساده رجال الاعلام والصحافه، ابناء الطلاب الوافدين، الحضور الكريم. اهلا بكم في رحاب جامعه المنصوره. ان جامعه المنصوره من اوائل الجامعات المصريه التي تبنت سياسه التدوير واستقطاب طلاب من مختلف الدول حتى أصبح عدد الطلاب الوافدين بالجامعة في تزايد مستمر. وتحرص جامعة المنصورة على رعاية أبنائها الطلاب الوافدين في وطنهم الثاني مصر من خلال تقديم كافة أنواع الرعاية والاهتمام. وتبذل الجامعة جهودا كبيرة للتطوير والتحديث، وتركز على إنشاء برامج جديدة تتسم بأعلى مواصفات الجودة العالمية وتواكب متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مع التحسين المستمر لأداء المؤسسة القائمة ورفعة كفاءة مكوناتها من خلال تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة. وكذلك الاهتمام بالطالب وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، وتسعى إلى تنمية قدرات الطلاب عن طريق تنظيم العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية من خلال نادي الطلاب الوافدين. وتحرص الجامعة على أن تظل مركز للإبداع والابتكار والتطوير والتواصل والتفاعل مع أبنائها الطلاب. كما تحرص الجامعة على تقديم الرعاية الصحية لأبنائها من الطلاب الوافدين، وكذلك توفير إقامة مناسبة بالمدن الجامعية واستقبال أطفال الطلاب الوافدين بالحضانات الدولية.
كما تحرص على أن يكون الطالب سفيرا للجامعة في بلاده بعد التخرج من خلال تفعيل رابطة الخريجين. وجدير بالذكر أن جامعة المنصورة تضم 18 كلية وأكثر من 60 برنامج مميز، منها 10 كليات و20 برنامج نوعي تم اعتمادهم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وتشهد جامعة المنصورة تقدما ملحوظا في التصنيفات العالمية، وتتميز في مجال العلوم الطبية والمجالات العلمية، وتهتم بالتصنيفات التي تعتمد على البحث العلمي. وجامعة المنصورة هي الجامعة الوحيدة التي تقدمت 200 نقطة في تصنيف الكيو اس في خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فقد احتلت المرتبة الأولى محليا في تخصصات الطب والطب البيطري وطب الأسنان والهندسة، كما احتلت الجامعة المركز 301-400 على مستوى العالم في تصنيف تايمز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتكليلا لتلك الإنجازات، كان لجامعة المنصورة الصدق في أن تكون أول جامعة مصرية حكومية والوحيدة حتى الآن التي حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة. لكن أغلى ما تمتلكه جامعة المنصورة هو شهادة طلابها بالجامعة، لأن هذا هو الدافع الحقيقي لاستكمال المسيرة. في ضوء اهتمام الدولة المصرية على جميع مستوياتها بملف الطلاب الوافدين بمرحلتيها الليسانس أو البكالوريوس أو الدراسات العليا، باعتبارهم أحد أهم العناصر لقوة مصر الناعمة في الخير، وأيضا يمثلون دورا هاما في السياحة التعليمية في مصر. وختاما فإنني أوجه رسالة لأبناء الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة، أن عليكم أن تشعروا بالفخر بالانتماء لهذه الجامعة العريقة. إن قيمة الدراسة بجامعة المنصورة نابعة من ريادة الجامعة على المستوى المحلي والإقليمي بل والعالمي. هذا الاسم الذي لم يشكل من فراغ، إنما بجهود كل منسوب هذه الجامعة منذ نشأتها عام 1972 حتى الآن. اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإدارة الوافدين ممثلة بالدكتور أحمد أنور العبد والفريق المساعد له على هذا التنظيم والاستقبال لأبناء الطلاب الوافدين والبعثة الدبلوماسية، كما أتوجه بالشكر لجميع الطلاب الذين صعدوا على المنصة وتحدثوا عن تجربتهم في جامعة المنصورة. الشكر لأبنائي المقدمين الذين أبهروني اليوم بالأسلوب وطريقة العرض، فأنا بشكرهم على المستوى الشخصي على طريقة عرضهم وتقديمهم لجامعة المنصورة. شكرا جزيلا والسلام عليكم. شكرا كثيرا لجهودك في جامعتك.